المشاهدون الأعزاء، يسعدنا كثيرا أن نلتقي معكم عبر هذا البرنامج سحر الكلام، وهو ملتقى ثقافي يعنى بالفكر والأدب والشعر على وجه التحديد، ويقدم رموز السودان الشعرية شعراء الفصحى الذين نعتقد أنهم لم يجدوا الفرص الكافية للانتشار كبقية شعراء الفصحى في الوطن العربي. لم نأتي بجديد خلال هذا البرنامج، فقط هو تسليط للضوء وتجميع للمعلومات من الكتب والأسافير لهؤلاء الأفذاذ، نستهدف به المواطن السوداني البسيط ونقدمه في قالب سهل حتى يقف المشاهد الكريم على السيرة الذاتية لعدد من المبدعين الذين أثروا وجدان الناس ورحلوا في صمت بعد أن تركوا لنا هذا الإرث الرائع الجميل، هذا الإرث الذي نستعرضه من خلال حلقات هذا البرنامج مع قوالب غنائية متنوعة من أشعارهم، نتمنى أن تحظى برضا المشاهد الكريم. نرجو أن نضيف أننا لم نقدم شاعرا على آخر، وإنما جاء هذا الترتيب حسب ظروف تسجيل هذا البرنامج. أشكر كل الذين تعاونوا معي لإخراج هذا البرنامج، مع أمنياتي للجميع بمشاهدة طيبة، وشكرا لكم. المشاهدون الأعزاء، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج سحر الكلام، ويسعدنا كثيرا أن يكون ضيف هذه الحلقة الشاعر الكبير. محمد مفتاح الفيتوري. ولد محمد مفتاح الفيتوري في 24 نوفمبر من العام 1936 في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. ووالده هو الشيخ مفتاح رجب الفيتوري، وكان خليفة صوفي في الطريقة الشاذلية العروسية الأسمرية. نشأ محمد الفيتوري في مدينة الإسكندرية بمصر، وحفظ القرآن الكريم في مراحل تعليمه الأولي، ثم درس بالمعهد الديني وانتقل إلى القاهرة، حيث تخرج في كلية دار العلوم بالأزهر الشريف. عمل الفيتوري محررا أدبيا للصحف المصرية والسودانية، وعين خبيرا للإعلام بجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة ما بين 1968 و1970، ثم عمل مستشارا ثقافيا في سفارة ليبيا بإيطاليا، كما عمل مستشارا سفارة ليبيا في بيروت بلبنان، ومستشارا للشؤون السياسية والإعلامية بسفارة ليبيا في المغرب. في العام 2014 منحته الحكومة السودانية جواز سفر دبلوماسي.
حصل محمد الفيتوري على وسام الفاتح الليبي والوسام الذهبي للعلوم والفنون والآداب. دواوينه الشعرية أغاني إفريقيا، وكان أول الدواوين عام 1955، عاشق من إفريقيا 1964، أسكورينيا إفريقيا 1965، أحزان إفريقيا 1966، البطل والثورة والمشنقة 1968، سقوط دبشليم 1969، ومعزوفة درويش متجول 1971، ثورة عمر المختار 1973، أقوال شاهد إثبات تسمي حتى تمر الخيل 1975، عصفورة الندم 1983، شرق الشمس غرب القمر 1985، يأتي العاشقون إليك 1989، قوس الليل قوس النهار 1994، أقصان الليل عليك أيضا للشاعر، مسرحية هي نار في رماد الأشياء وعريانا يرقص في الشمس في 2005. توفي محمد الفيتوري في يوم الجمعة 24 أبريل في المغرب التي كان يعيش فيها مع زوجته المغربية، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض. له الرحمة وله المغفرة. محمد مفتاح الفيتوري، قصيدة إلى امرأة عاشقة. لا لم يكن وهما هواك، ولم يكن وهما هواي، لا لم يكن وهما هواك، ولم يكن وهما هواي. إن الذي حسبته روحك قد تبعثر في خطايا، ما زال طفلا صارخا جوعان يرضع من دمايا، وترددين وأنت زاهلة مطأطأة الجبين، كيف استحلت على يديه تراب تمثال مهين، كيف اختفت أيامه البيضاء من عمر الحزين، وترددين وملء جسمك رعشة متندمة، كم كان يهواني، كم كان يهواني ويعبد روحي المتأملة، ويود لو يلقى ضياه على سماء المظلمة، وتضج في دمك الشهي مجاعة الشوق الدفين، فأراك في جدران غرفتك الحزينة تركضين، كالنور في غيد الدجى، كالدمع في عين السجين، وأراك مطرقة على الأوراق في صمت ضجر، وهمومك السوداء حولك مطرقات تنتظر، كعجائز متجمعات حول ميت يحتضر، ويمر يومك، ويمر يومك ميت الخطوات كالشيخ الضرير، أسوانا أسوانا يثغله الدجى والرعب والمطر الغزير، وتطل خلف زجاجه أطياف شاعرك الأثير، وتجيء مركبة المساء بصوتها القلق الكئيب، سوداء تجثم فوقها أقدام عملاق رهيب، وتجرها خيل محدبة كألسنة اللهيب، وتروح واقفة ببابك في عناد تنتظر، فأراك هابطة تشد خطاك أغلال الغدر، حتى إذا ضمتك غابت في الظلام المعتكر، وتظل توغل في المسير تشق أستار الغيوب، وتظل تغزفها الدروب النائيات إلى الدروب، ويظل قلبك مقلقا فوق المواجع والندوب، وهناك خلف جزيرة مجهولة خلف البحار، تنمو على شطآنها السوداء أحزان النهار، وتشب أشجار الخطايا مثقلات بالثمار. ستكف مركبة العواصف عن موالاة المسير، وستهبطين قريبة خرساء جامدة الشعور، تتكلمين بلا صدى
وتقهقهين بلا سرور، ولسوف يزحف ألف وجه، ألف عبد مارد، من ألف كهف مظلم، من ألف قبو بارد، ولسوف يستبقون نحوك في عويل حاقد، ولسوف تضطربين في ذعر عميق النظرة، وتموت صرختك الرهيبة في ضجيج الزحمة، وكأنما حملتك رجلا آدمي ميت، لكن أجنحة محلقة ستقبل من بعيد، لكن أجنحة محلقة ستقبل من بعيد في لهفة مجنونة تطوي انتفاضتها الحدود، وتضم رعبك في أسى وتعود في وله شديد، وستطبغين جفونك المسحورة المبتسمة، والحب يوغد في سراديب الكآبة أنجمه، وعلى شفاء الكائنات قصيدة مترنمة. لا لا لم يكن وهما هواي، لا لم يكن وهما هواي، إن الذي حسبته روحك قد تبعثر في خطاي، ما زال طفلا صارخا جوعان يرضع من دماي، ما زال طفلا صارخا جوعان يرضع من دماي. محمد الفيتوري. محمد الفيتوري أو محمد مفتاح الفيتوري. يا إخواني، نحن الآن في 1955، السودان يتأهب للاستقلال، الزعيم الأزهري يتوجه إلى بندونغ. في ذلك اليوم الذي سافر فيه الزعيم العظيم إلى بندونغ، صدر في القاهرة أغاني إفريقيا لمحمد الفيتوري، وقدمه محمود أمين العالم. وما أدراك ما محمود أمين العالم ومحمد الفيتوري؟ وكان انطلاق عملاق السودان الضخم جدا محمد الفيتوري. وختمنا الرحلة أنا وأخي وصديقي الشقيق الفاتح حمدتو في مدينة الرباط، لنذهب إلى مقابر الشهداء والعظماء لنطلع على هذا السفر العظيم، المرقد الأخير لشاعرنا الكبير جدا محمد مفتاح الفيتوري. أصبح الصبح على السجن، ولا السجن ولا السجان باقي. أصبح الصبح فلا السجن، ولا السجن ولا السجان باقي. وإذا الفجر جناحاني يرفاني عليك، إذا الحزن الذي كحل هاديك المحاقي، والذي شد وثاقا لوثاقي، والذي بعثرنا في كل وادي، فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي، من كل قلب يا بلادي، من كل قلب يا بلادي. أصبح الصبح وها نحن مع النور التغينا، أصبح الصبح وها نحن مع النور التغينا، التغى جيل البطولات بجيل التضحيات، التغى جيل البطولات بجيل التضحيات، التغى كل شهيد قهر الظلم ومات، بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات،
أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا بالذي أصبح شمسا في يدينا أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا بالذي أصبح شمسا في يدينا وغناء عاطرا تعدو به وغناء عاطرا تعدو به فيغتال الهوينا يا بلادي لغلب يا بلادي بكل قلب يا بلادي بكل قلب يا بلادي ها 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 لا لا ها 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 thank you.